ايه ده، انا صحيت بالليل ليه ده؟ انا شكلي قلقان قوي. ايه ده، انا سامعه صوت حاجه تحت. يا نهاري، يكون الوحش اللي انا خايفه منه جه تاني؟ لا لا لا، انا فعلا اخاف جدا كده. الوحش بتاع السلايم ده كل شويه يطلع لي بياكل اكل كتير من الاكل اللي انا بعمله. فعلا تعبت جدا من الموضوع ده. طب احله ازاي؟ ايه ده، القطط هما الاتنين كده قاعدين بيلعبوا في الكرسي، غريبه قوي. بكره سمعتوا مكركبوش البيت؟ ياو. طيب انا اروح كده اشوف في اي حاجه تانية جوه ولا ايه النظام. ايه ده، ده الوحش انا خايفه منه اوي. يا مامي، انا خايفه جدا منه. انت مش ممكن كل شويه ويسيب سلايم كده على الارض. يا انا اعمل ايه، وبياكل الاكل بتاعنا؟ لا لا، لازم اشوف حل الموضوع ده. انا سمعت حاجه تحت. يا نهاري، ده شكلي فيه مشكله كبيره قوي تحت. وانا برضو. ايه ده، وانا كمان سمعت في حاجه تحت. ايه ده، انتوا سمعتوا اللي انا سمعته؟ ايوه، انا سمعت برضو حاجه غريبه، وانا كمان سمعت حاجه غريبه جدا. طب تعالوا ننزل تحت بسرعه نشوف في ايه المشكله فين. ايوه، يلا تعالى ننزل احسن، انا فعلا قلقانه قوي. ايه ده، بصوا تعالى ننزل من السلم من هنا عشان نشوف الصوت ده كان جاي منين. يا نهاري، هعمل ايه في السلايم الكتير قوي ده؟ انا مش عارفه اعمل فيه حاجه. ماما ماما، هو ايه اللي حصل؟ احنا سمعنا صوت ان في وحش كده غريب قوي تحت. لا لا يا اولاد، ما فيش حاجه، ده انا بس وقعت الاكل بتاعي فعشان كده عمل الصوت ده، لكن هو ما فيش حاجه خالص بجد. يا ماما لحسن، ده احنا قلقنا قوي، قلنا ان في حاجه تحت وحشه او حاجه. لا 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 لا، ما فيش اي حاجه خالص، ما تخافوش، انا بس كنت بروق البيت وخلاص. طيب ماشي يا ماما. كل واحد فيهم الحمد لله رجع اوضته ونسيوا خالص حوار الوحش ده. انا لازم اتصرف، بعد ما شفت الوحش ده بعيني هكلم جوز باسترز واقول لهم يجوا يقبضوا عليه لحسن انا كده فعلا تعبت. ايه ده، العيان بتاع جوز باسترز اهو في التلفزيون، وكان بيه كمان ارقام التليفون. يا مامي، ايه ده، ده طالع كمان عند ولادي في الأوضة فوق. لا أنا خايفة جدا، ونزل سلايم هنا. لا 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 لا، الموضوع ده ما يتسكتش عليه. أنا أروح بسرعة بسرعة أكلم في التليفون وأقول لهم يشوفوا حل المشكلة دي على طول لحسن أنا مش عارفة، مش عارفة أحلها ازاي. ألو، أيوة، ممكن بس أحدد ميعاد مع كوز باسترز أحسن، أنا عندي وحش هنا مرعب جدا وعايز إن انتوا تقبضوا عليه. طيب خلاص اوكي، دي 10 دقايق. طيب خلاص اوكي ماشي، انا مستنيك. اوكي، ايوه، عائلة الطيور، مجمع النسور، عمارة 3. خلاص اوكي ماشي، انا مستنيك. الحمد لله ال جوست باسترز دول جايين. حضرتك يا فندم، انا جيت اهو. ازيك؟ ايوه، تعالى. بصي ما تقلقيش خالص، انا متمرن قبل كده، والجوز باسترز بيطلعوا في كل حته، الجوز قصدي الاشباح بتاعه السلايم دي متعودين عليهم كويس، فحضرتك ما تقلقيش خالص، كله تحت السيطره. طب خلاص ماشي، انا مش قلقانه، بس الخطه ايه؟ بصي احنا عايزاكي تعملي لي ساندوتش هوت دوج. حضرتك جعان يعني ولا جاي تهزر يعني؟ لا 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 والله انا مش جعان ولا حاجه، انا هحطه له كطعم وهنحط عليه فوق الماشين بتاعتي دي، واول لما يجي هو جاي انا هتصرف، سيبي لي انت الباقي. طيب خلاص ماشي اوكي، هجيب لك انا الهوت دوج وهحطه كده، هعمله لك على طول دلوقتي، ثواني قبل ما، عشان الوحش طلع فوق عند عيلي وانا خايفه عليهم قوي. طيب خلاص، انت روحي شوفي الموضوع ده. بص اهو ده السلايم اللي هو بيحطه في كل حته، اهو اهو شفته، اهو شفته. يا نهاري، ده وحش خطير جدا، بينزل سلايم في كل حته، ده مش سهل، هتعرف يعني تسيطر عليه؟ ما تقلقيش، امال عيب عليك، امال انا شغلتي ايه؟ امال انتي جايباني هنا ليه؟ طيب اما نشوف، هروح بقى دلوقتي اعمل لك السوسيس اوكي، واول واحطهوله، وانت هتعمل ايه بعد كده؟ ما تقلقيش خالص يا مدام، انا هتصرف وهتشوفي بنفسك، انا من مكافحة الاشباح. حضرتك حطيت لك السوسيسه، يلا بسرعه روح استخبي بسرعه بسرعه، زمانه جاي دلوقتي مش عايزين يشوفنا خالص. طيب اوكي ماشي، انا هروح استخبى، يلا يلا قبل ما الراجل، قبل ما الوحش يجي. يا رب يا رب اعرف امسكه، احسن انا شاكك في نفسي اساسا. يا مامي، انا مستخبيه، اشوفه تاني، ده انا خايفه جدا، انا قلبي هيقع، مش قادره، انا خايفه اوي اوي اوي.
ده كنا هنتعمل بدقة جامد جدا. راح عند السوسيس، الحمد لله اخذ الطعم كويس قوي. طاخ، اوه قاعد بيتكهرب، يا نهاري ايه ده. شفت يا مدام، قدرت ان انا اخلص لك عليه. ميرسي قوي بجد، مش عارفه اشكرك ازاي. الحمد لله خلصتني من مشكله كانت كبيره جدا جدا في حياتي. العفو على ايه. المهم لما تكوني خايفه لو يحصل اي حاجه كلميني على طول. جوست باسترز.